الشك بعد العبادة لا عبرة به أبدا، وليس في الصلاة، في كل عبادة. واحد توضأ بعد ما انتهى من الوضوء قال أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت رأسي، نقول مسحت. أي شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، هذا يريح الموسوسين، أن عقب ما ينتهي من الوضوء أو ما ينتهي من الصلاة والله كأن الركعة الثالثة ما قريت الفاتحة، كأن الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، كأني ما جلست التشهد الأول، كأني صليت ثلاث، كأني ما غسلت رجلي اليمين، كأني ما تمضمضت ولا استنشق. أي شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، أي شك بعد انتهاء العبادة فإنه لا يلتفت إليه. ولذلك إذا سلم الإنسان من صلاته ثم شك، زين، لا يلتفت إلى شكه، لا يلتفت إلى شكه، إلا إذا صار الأمر إيش يقينا، أو جاءه أحد وأخبره قال أنا ملاحظك ترى صليت ثلاث، واضح. أما مجرد شك فإنه لا يلتفت إليه حتى لا يفتح لنفسه باب الشر وهو الوسواس، وإنما يغلق هذا الباب قدر ما يستطيع. فالشك بعد العبادة لا التفات إليه.